صاحب المشروع تعاون يترجان ستاغ بتفين جولد. موقع المشروع جمع تفين جولد. كلفة المشروع 1,579,700 درهم. الشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكالة التنمية الاجتماعية، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسا، الجماعة الترابية تفين جولد، وتعاونية أرجان ستاغ بتافين جولد. المساحة الإجمالية لهذا المشروع 600 متر مربع، أما المساحة المغطاة 333 متر مربع. المهندس المعماري السيد إدريس الطهوري. بينما مكونات هذا المشروع الهام يتكون من فضاء الفرز والتكسير، ورشة التقطير، مخزن المنتوج أو مخزن المنتوج هذا، قاعة التبريد، فضاء للعرض والتسويق، مكتب ومرافق صحية. إذن مشروع تنموي هام سيعرف النور بجماعة تفين جولد، ونحن ننتظر وإياكم سيداتي سادتي سكان جماعة تفين جولد وصول السيد والي جهة سوس مسا بمعية السيد عامل إقليم تلودانت والوفد المرافق لهما لإعطاء انطلاقة هذا المشروع الذي تشرف على تمويله المبادرة الوطنية لتنمية البشرية. زهير مرادي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تارودانت. اليوم إن شاء الله انطلاقة بناء وتجهيز دار الأرجان بجماعة تافين جولد، إذ أن الإقليم كيزخر بهذه المادة اللي هي الأرجان، ولهذا اختارت تافين جولد نظرا لأن الجماعات المجاورة كتوفر على واحد المنتوج جد مهم من هذه المادة وهذا المنتوج، ولهذا اختارت كموقع استراتيجي لضم جميع الجماعات المجاورة اللي كيشتغلوا التعاونية ديالها في هذه المادة وفي هذا المنتوج. وهذه الدار هذه غتكون كبورصة لتوحيد الثمن ولتجميع المنتوج، وكذلك لقيمة مضافة لتحسين الدخل ديال الساكنه او لا التعاونيات المشتغله في هذا المجال. اليوم ان شاء الله هذه الدار كيدخلوا فيها شركاء عده لما لها من اهميه، بحيث كنلقاو وكاله التنميه الاجتماعيه كتنخرط في هذه العمليه بشده، وكذلك المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في اطار المغرب الاخضر لتشجيع هذا النوع ديال يعني المبادرات لاجل اللي كتندرج ضمن الاقتصاد التضامني لساكنات المناطق الجبليه.
اذا احنا كنتواجدوا اليوم باش نعطيو هذه الانطلاقه اللي فيها جميع الشركاء اللي من خاضي في هذه العمليه بما فيهم الجماعه بطبيعه الحال وبما فيهم التعاونيه المسيره اللي غتستار تعاونيه ستار ارغان اللي غادي تكلف بتسيير هذه الوحده. المبلغ الاجمالي ديالها ما يناهز 1,579,000 درهم على مساحه 333 متر مربع. إذن هذا الفضاء غادي يكون له مستقبل واعد في إطار الإقلاع التجاري بهذا المنتوج ديال الأرغان، وغادي تعطي قيمة مضافة لتحسين دخل الفئات المشتغلة. السلام عليكم، بن شقرون محمد مسير تعاونية أرغان ستار حاملة المشروع ديال دار أرغان. كنشكروا الجميع على هذه البادرة هذه، وكنشكروا جميع الشركاء اللي منهم المبادرة الوطنية والوكالة الاجتماعية للتنمية البشرية، وكنشكروا كذلك مكتب الاستثمار الفلاحي اللي تقف في هذا المشروع هذا وتقف في هذه المجهودات اللي كنقوموا بها جميعا باش ننميوا هذه المنطقة هذه وباش نعطيوا واحد القيمة مضافة للأرغان اللي كتمثل في هذه دار أرغان هذه، لأنها ستكون بمثابة واحد مكان لتتمين وإعطاء قيمة كبيرة داخل الوطن وخارج الوطن لشجرة أرغان. وكنعرفوا بأن منطقة تارودانت كتمتاز بشجرة أرغان بواحد نسبة كبيرة، وكنعرفوا بأن الساكنة تقريبا بواحد نسبة كبيرة كتشتغل في هذا المجال هذا، وكنعرفوا بأن كذلك بأن إقليم تارودانت فيه مجموعة كبيرة من التعاونيات اللي كتشتغل في هذا المجال هذا، وكنشكروا الجميع لأنهم تاقوا في هذه البادرة هذه وتاقوا في هذا المشروع هذا واللي عطاوه واحد القيمة إضافية كذلك. وإن شاء الله بالخلاصة أن إن شاء الله بحول الله اليوم كتعطى انطلاقة وتدشين ديال دار أرغان. بالماء الشروبة وبالماء الصالح للشربة هذا المشروع اللي غادي يعرف يعني خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر ب 382,590 درهم. الموقع بالضبط هو دواريد وعبتي، عدد السكان 450 نسمة. المقاولة مؤسسة شاموس دو كونستركسيون. التمويل من المديرية العامة للجامعة المحلية بوزارة الداخلية. احمد رحيم ايت احمد عبد العزيز رئيس جمعيه حنكيله للمصالح شوب دواري صبابزي. نشكر السيدات اللي افكار المشروعات تجويد ومنى، السيد رئيس الجامعه، نشكر السيد العامل السيد الوالي، نشكر جميع المدير خسار الغمايا. المشروعات ومنى كازان مهم، راه كيستافد 450 نسمه، راه الا كازان مهم الى الانطلاق ان شاء الله. انا عزيزه بورزيق رئيسه التعاونيه ستار أرغان ديال دواريت معلا. تنشكر سيدنا وتنشكروا اللي واقف معنا ودعمنا بسميتو ديالو باش حنا وصلنا دابا لهذا الشيء وجدنا تعاونيتنا وبمناسبه كيفاش ديال أرغان انطلاقه دار اشغال دار أرغان. تنشكروا جميع اللي واقف معنا وتنشكروا سعاده الرئيس وتنشكروا جميع الناس اللي وقفوا معنا وتنشكروا المبادرات وتنشكروا جميع الشركاء وتنشكروا تيطلبوا العيالات كلهم ديال الدوار تيطلبوا الدعم وتيطلبوا المعاونه باش يزيدوا يطلعوا ويزيدوا يتعاونوا ويعاونوا وليداتهم. وتنشكركم جميعا وتنشكروا جميع اللي واقف معنا وجميع اللي تيدعمنا وتنشكروا جميع اللي مكلف بهذا الشيء، والله يجازيكم بخير وشكرا وبارك الله فيكم. راه العيالات كلهم الامل ديالهم على
الناس اللي واقفين والناس اللي مدعمين هذا الشيء، وتنشكرهم بزاف بزاف، لان تيطلبوا لهم حتى هما بغاو باش كيفاش يعاونوا وليداتهم وباش يعاونوا البلاد وباش البلاد حتى هي تبان وباش حتى هي تشجع، والعيالات محتاجين للتشجيع. حنايا من جهتنا وانتم من جهتكم، والله يجازيكم بخير، والله ينصر سيدنا، والله ينصر جميع اللي معاوننا، والله ينصر المغرب، والله يعاونكم. شكرا لكم صحه الاعلاميين والصحافه المكتوبه والالكترونيكيه، قبل كل اسم كل ما يقال على تفين قلت بان تفين قلت نشيطه ودائما ستبقى نشيطه ان شاء الله بمشاريعها التنمويه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وفي اطار قسم الجامعات المحليه. اي اليوم عندنا واحد الانطلاقه ديال مشروع دار أرقان بجماعه تفين قلت في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا مشروع اجتماعي تنموي اقتصادي، وهو اللي غادي يدخل واحد الفرحه على الساكنه وبالاخص النساء القرويات اللي هما دائما كيتسناو هذا المشروع هذا باش يوصل، والحمد لله راه وصل النهايه ديالو بفضل مجهودات عامل صاحب الجلاله على اقليم تارودانت. والحمد لله المبادره الوطنيه اللي كيوصي عليها سيدنا راه الحمد لله جات في الواقع ديال التقطيع في الارض ديال الاجتماعي مع الساكنه، ولكن الحمد لله راه ملي كيشوفوا السكان راه كتشوفوا السكان بانهم فرحانين لهذا المشروع، وحتى حنا ما علينا الا نساندوا هاد الناس ونجريو معاهم قد الاستطاعه ديالنا كرئيس جماعه. الاهم ديال هذا المشروع هو انه غادي ينمي المراه القرويه بصفه عامه بجماعة تفين قلت، لما أقول بدائرة أولاد برحيل، لأن دار أرقان محطوطة على دائرة أولاد برحيل، لأن المنطقة ديال تفين قلت كتعرف واحد 119 ألف هكتار ديال منتوج أرقان في المنطقة. داكشي علاش اختارنا تفين قلت باش نحطوا فيها دار أرقان. شرف ديال السيد الوالي والسيد العام في هذا النهار هذا في جماعة تفين قلت كيزيدنا باش أننا نزيدوا ندعموا المرأة القروية بجماعة تفين قلت. بكريم رئيس جمعية مهرجان تفين قلت وفاعل إعلامي وجمعوي من دواري تمعلا بجماعة تفين قلت، اليوم نحضر في وضع الحجر الأساسي لدار أرقان بتفين قلت، وبذلك تكتمل السلسلة ديال دور الإنتاجات المحلية بإقليم تارودانت، العملية التنموية التي يقودها عامل إقليم تارودانت بكل شجاعة وبكل تفاني. وحنا نشجع هذه المبادرة أولا لأنها تندرج في إطار فك العزلة على أبناء مناطق الإقليم الشاسع. كتعرفوا إقليم تارودانت يتكون من 89 جماعة، أغلبها جماعات قروية، جماعات نائية، جماعات جبلية، وساكنتها تعاني من التهميش ومن الإقصاء هذه سنين عديدة، وكذلك شباب المناطق هذه تعاني من البطالة، وهذه المبادرة كلها تندرج في إطار هذا الفعل التنموي الذي سيساهم في فك العزلة أولا، ثانيا في تنمية هذه المناطق وتشغيل الشباب، وكذلك تشجيع المنتوجات المحلية بإقليم تارودانت. وحنا كمجتمع مدني بجماعة تفين قلت نثمن عاليا هذه المبادرة، ونشكر السيد العامل وكل الذين يساهمون في هذه المبادرات التنموية التي سيكون لها ما بعدها في المستقبل القريب إن شاء الله. خديجة مستفيدة محبس العامل هاي عاون ربي، مازال محبس العامل داخل يسكن المحلات ما غاد نسكن المعيشان ختين تروان ختين الجميع كل شيء هكون عاون ربي هكون يسرب حب. بالنسبة للمحطة الثانية اللي غادي تشهد كذلك يعني إعداد وتهيئ برمهرجان الأعشاب الطبية في جامعة تركجونت، غتشهد كذلك إعطاء انطلاقة بناء وتجهيز دار الأعشاب الطبية.
كنعرفوا بان المنطقه كتحتوي على كتزخر بواحد الوفره ديال هاد الاعشاب الطبيه والعطريه بما فيها الشيح بما فيها الزعتر وقيس على ذلك. وهاد الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال عوض ياخذوا كماده خام ويبيعوه للوسطاء التجاريين في هذا المجال، فلما لا يعطوا واحد القيمه مضافه وفي اطار التسمين ديالو يقوموا بعمليه التقطير وبعمليه التجميع وعمليه التلفيف، وهذا غادي يزيدهم في تحسين الدخل عوض ما يشدوا واحد الثمن قليل جدا، غادي يكون واحد الثمن مرتفع، واذا هذا يساعدهم في المعيش اليوم المعيش كأنشطة مديرة للدخل المعيشية لهذه المنطقة. إذا موازاة مع المهرجان للتعريف بهذه المنتوجات والتعريف بهذا، حيث أنك تواجد كنلقاو بأن 14,000 هكتار ديال الأعشاب الطبية، إذا لما لا تستغل بواحد الطريقة عقلانية مع الجهات المختصة بما فيهم المياه والغابات وبما فيهم الفلاحة وحد. وكذلك كنلقاو الشركاء اللي منخرطين كنلقاو وكالة التنمية الاجتماعية، لأن ما له من أهمية في المجال الاجتماعي، بحيث هذا الاقتصاد التضامني كيرفع من القيمة ديال واحد الفئة اجتماعية اللي كتشتغل وكتكون متواجدة في المناطق الجبلية والمناطق القروية. إذا هذا دار الأعشاب الطبية والعطرية غتكون قيمة مضافة لهذه المنطقة، والمبلغ الإجمالي اللي تخصص لهذا المشروع هو 1,116,000 درهم، وقابل للتوسيع وقابل لشركاء آخرين لأجل تحسين الخدمات لهذا من هذا الدار ديال الأعشاب الطبية والعطرية. وشكرا. Oh.